صحة وسعادة. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، صبحكم الله بالسعادة والتفاؤل، صباحكم يوم الجمعة اللي كله عمل ونشاط. حياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة برنامج يومي من الاثنين للجمعة، تقدم لكم إياه هيئة الصحة بدبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المتميزة اللي نحبها كلها إذاعة نور دبي. أرحب فيكم، أنا دكتورة بدرية الحرمي، ونرحب فريق عمل برنامج ويانا. عدنا في الإخراج الزميل نمر محمد، وبالتنسيق الأخ أحمد سلامة، وبالإعداد الزميل يوسف سعد. صبحكم الله بالنور والسرور جميعا. أعزائي المستمعين، نحن في برنامج صحة وسعادة دائما نحاول نختار لكم المواضيع والفقرات اللي تهمكم وتخص صحتكم، ونحن بعد على استعداد لسماعكم واستقبال مشاركتكم وملاحظاتكم أو حتى اقتراحاتكم اللي هدفها تطوير البرنامج وتحسين خدماتنا الصحية. واللي حاب يتواصل ويانا نقول دايما حياها الله على أرقام التواصل 600551414، واللي حاب يتواصل ويانا عبر الرسائل النصية على الرقم 4006. أعزائي المستمعين، فقراتنا لهاليوم متنوعة، ومثل ما عودناكم في كل حلقة في البداية نشوف شو عندنا من أخبار صحية، ومن بعدها بناخذ فقرة السوشيال ميديا، وآخر فقراتنا لهاليوم فبنخصصها عن بعض المبادرات اللي تم عرضها في معرض الصحة العربي. مثل ما نعرف أعزائي المستمعين أن أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية أصبحت جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، والكثير من الأشخاص تعودوا أنهم يأخذون تلفوناتهم وياهم وقت النوم، يعني يستمتعون ويقضون بعض الوقت بتصفح وسائل التواصل الاجتماعي من غير ما يدركون أن هذه العادة ممكن تأثر على نومهم. فاليوم خبرنا يتكلم عن ماذا يحدث لجسمك عندما تتصفح وسائل التواصل الاجتماعي مباشرة قبل النوم. أعزائي المستمعين، اللي متعود منكم أنه يقضي وقته قبل النوم على تلفونه، أقول له خليك ويانا واسمع خبرنا للآخر. ذكرت مؤسسة صحة النوم الأمريكية أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كثيرا قبل النوم يمكن أن يؤثر على جودة النوم والشعور بالأرق. وقد أشار الباحثون إلى أن الضوء الناتج عن الهواتف الذكية يؤثر على إنتاج هرمون الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن النوم. يعني هذا النوع من الضوء يخبر أدمغتنا أن وقت الاستيقاظ قد حان، مما يزيد صعوبة النوم بشكل فوري بحسب ما ذكر في موقع Health Digest. كما أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متكرر قد يؤدي إلى تفاقم مشاعر القلق والاكتئاب، وقد يزيد هاي المشاعر من صعوبة النوم، وهذا بسبب المقارنة اللي تحدث بين وضع الشخص وبين ما يراه على وسائل التواصل الاجتماعي. ها، شو رأيك يا نمر بخبرنا لهاليوم؟ أنت مع ولا ضد استخدام وسائل التواصل قبل النوم؟ ها، شو؟ ضد، ها؟ ضد، ممتاز. شخصيا أنا أقول يعني على الرغم من إيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي إلا أنها ممكن تكون بالتأكيد سلاح ذو حدين في حالة الإفراط في استخدامها، لأن استخدامها الخاطئ أعزائي المستمعين ممكن يسبب الكثير من الأضرار النفسية الاجتماعية وبعد الصحية. وسائل التواصل الاجتماعي سميت بهالاسم لأنها سهلت التواصل بين الأشخاص في كل أنحاء العالم، لكن ما ننسى أنه يظل تواصل افتراضي، لأن الكثير من الأشخاص يفقدون التواصل الاجتماعي الحقيقي،
ويبتعدون عن الاندماج في الأنشطة الاجتماعية المختلفة للأسف، وهذا الشيء اللي ممكن أنه يسبب عزلة الفرد عن المجتمع. وتذكروا دائما أن يعني مو كل الأمور اللي نشوفها على صفحات المشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي حقيقية، وعشان شيء من المهم أن نبتعد عن المقارنات وعن إضاعة الوقت، ونحاول ناخذ المفيد فقط واللي ممكن يضيف لنا من هذه الصفحات. أعزائي المستمعين، وبعد ما خلصنا خبرنا لهاليوم، خلونا الحين ناخذ فقرة السوشيال ميديا ونسمع شو آخر مواضيع وسائل التواصل الاجتماعي وشو المتداول فيها مع الزميلة أسماء الجناحي، مسؤولة السوشيال ميديا في هيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالنور والسرور عزيزتي أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور عليكم دكتور وعلى كل مستمعي إذاعة نور دبي. ها خبرينا شو عندك من أخبار اليوم؟ بسرعة موضوع الخبر اليوم. ها شو؟ نحن غالبا اللي يشتغلون في قنوات التواصل الاجتماعي يكون عندهم صعب أنهم يعني يبعدون عنهم الجوائل، مثل يقول الهواتف الذكية قبل النوم. صحيح، أنت سمعت خبرنا يعني. سمعت الخبر. شو رأيك يا أسماء، أنت معه ولا ضد؟ أنا ضد لكن ما أقدر. صح، لأن طبيعة شغلك صح؟ يعني لما واحد يكون طول اليوم شغال بنفس الطريقة يحس، يعني يمكن بعض الأشخاص يحسون أن الشغلة ممتعة، هي فعلا ممتعة، لكن ايضا اذا واحد يعني اندمج فيها زياده ممكن ايضا تاثر على حياته. فشيء يعني صح انه صعب، لكن حاول كثر ما يقدر اخليه بعيد عني قدر المستطاع، بس عقب يعني يوم اقوم الصبح احط لحظاتي زين يعني بقدره قادر. زين نحاول قد ما نقدر يعني اسماء ان نحاول يعني نخفف من يعني الوقت، يعني الاوقات الاخيره قبل النوم شوي نحاول نبتعد عن التليفون. صح صحيح. اني عند قنوات تواصل اجتماعي عندنا لين يوم امس كنا نحط مجموعه من المشاركات والتغطيات الخاصه بمؤتمر الصحه العربي، وكان اخر يوم كان يوم امس ختمنا فيها مجموعه من شاركنا فيها مجموعه من المبادرات والخدمات المميزه والذكيه. لكن نتمنى اليوم راح نعلن عن أحد التخصصات راح يكون في تمديد في أوقات العمل. نتمنى من الجميع أن يتابعون اليوم قنوات التواصل الاجتماعي عشان يعرفون التخصص وعشان يعرفون أوقات العمل الجديدة في هذا التخصص. بعد ما حطينا لكن بنحط إن شاء الله اليوم، فنتمنى يتابعونا على تويتر وإنستغرام وفيسبوك اللي هو DHA_Dubai، وفي الفيسبوك Dubai Health Authority، فراح يشوفون المواعيد اليوم. هذا بالنسبة لي الأناونسمنت اللي نحن راح ننزل اليوم. هناك أيضا حب نذكر أن كان اليوم أو يوم أمس كان آخر يوم عمل في مركز One Central لتطعيم COVID-19، وهذا من اليوم المركز مغلق في الخاص بتطعيم COVID، لكن هناك مراكز بديلة يمكن الأشخاص ما يعرفوا عنها، لكن هناك أيضا مركزين بنفس الطاقة الاستيعابية لمركز One Central اللي هو مركز عود ميتة لتطعيم COVID ومركز البيت المتوحد اللي موجود في الورقة، أيضا حاليا هيئة الصحة اللي قاعدة تديره في هذا الموقع. هذا بالنسبة للموقعين اللي يشابهون One Central. أيضا هناك مجموعة من مراكز الرعاية الصحية الأولية أيضا تقدم الخدمة، ومراكز مختلفة على مستوى إمارة دبي بالإضافة إلى القطاع الخاص، فكل هالمراكز توفر خدمة تطعيم COVID-19. كيف واحد يقدر يحجز للتطعيم الخاص بCOVID-19 في هيئة الصحة؟ يقدرون من خلال تطبيق هيئة الصحة أو من خلال واتساب إذا كانت الجرعة الأولى، أما الجرعة الدائمة يقدرون مباشرة يحجزون من خلال التطبيق، والأشخاص إذا كان عندهم أي صعوبة يقدرون دائما يتواصلون مع الهيئة وراح نساعدهم. بالنسبة لي كبار المواطنين اللي يبون يأخذون التطعيم يقدرون يحصلوا على الخدمة المنزلية من خلال الاتصال ب 8942 ويصلها التطعيم لين بيتهم. هذا بالنسبة للتطعيم. أيضا هناك مجموعة من الاستفسارات اللي توصلنا بخصوص التطعيم وتبرع بالدم. الأشخاص اللي دخلوا تطعيم كوفيد يقدرون يتبرعون بالدم بعد مرور 7 أيام أو هو أسبوع. ونختمها برسالة صباحية. أنا عاد أنتظر هالرسالة أسماء من أسبوع. نقول العمل المتراكم يزيد من الضغوط النفسية، احرص على الانتهاء منه قبل عطلة نهاية الأسبوع
نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة. العمل المتراكم دائما يخلي الإنسان يحس أنه في شيء قابضنا في قلبه. وإحنا شو نقول حق مستمعينا؟ نقول هذا يعني مهم ومرتبط بالتخطيط السليم والصحيح. لازم نخطط طول الأسبوع عساس أن احنا نخلص شو شغلنا خلال يعني أوقات الدوام عشان نستمتع في نهاية الأسبوع. صح؟ ومو بس هذا دكتور، احنا دائما ننصح التخطيط، ويمكن الأشخاص اللي ينسى التخطيط عندهم جديد عليهم في البداية، ممكن راح تشوف انك اول اسبوع اول اسبوعين بعدها الامور مو ضابطة عندك، لكن مع الاستمرار انت راح تقدر ان انت يعني تمشي على الخطط اللي انت حطيتها. البداية ممكن تكون صعبة لكن مو مستحيلة. يعني خلاص أسمى توعدين اليوم في إجازة نهاية الأسبوع ما تشتغلين؟ خلاص يعني خليها إجازة كاملة يعني تستمتعين فيها إن شاء الله. ممتاز ممتاز، شكرا لك عزيزتي أسمى مسؤولة السوشيال ميديا في هيئة الصحة في دبي. أتمنى لك يوم سعيد ونلقاك إن شاء الله الأسبوع الجاي. إجازة سعيدة. أعزائي المستمعين، الحين بناخذ فاصل ونرجع نتواصل وياكم ونكمل باقي فقراتنا لهاليوم. تريونا صحة وسعادة. ورجعنا لكم أعزائي المستمعين مرة ثانية، وحياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. نذكركم أرقام التواصل 600551414، أو من خلال الرسائل النصية على الرقم 4006. تذكروا أعزائي المستمعين أن تواصلكم ومشاركتكم تهمنا وتسعدنا. أعزائي المستمعين، عرضت هيئة الصحة بدبي ضمن مشاركتها في معرض الصحة العربي اللي اختتم أعماله أمس أحد أهم مبادراتها المتميزة، وهي مبادرة دبي مدينة القلب السليم. هذه المبادرة اللي انطلقت بالتعاون مع جمعية القلب الأمريكية ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ومجموعة من الهيئات والدوائر ذات العلاقة في حكومة دبي، حيث اجتمع الكل على إنجاح المبادرة لتكون دبي دائما في المقدمة في القطاع الصحي، هذا القطاع الحيوي المهم. وعشان نعرف أكثر عن هذه المبادرة يشرفنا أن نستضيف ويانا عبر الهاتف الدكتور فهد باصليب، المدير التنفيذي لمستشفى راشد بهيئة الصحة بدبي. يا مرحبا وسهلا فيك دكتور فهد، حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. صبحكم الله بالخير وجمعة مباركة ومشكورين على الاستضافة استيامنا. دكتورة بدرية. هلا دكتورة. ما عرفت صوتي دكتورة. سوري. لا ما عليه، وجمعة مباركة عليكم جميعا. دكتور فهد، يعني في البداية أنا حابة أهنيكم على هذه المبادرة المتميزة واللي أكيد تركت بصمة بارزة بين الخدمات الصحية المقدمة في إمارة دبي. والصراحة دكتور أنا لفت انتباهي اسم المبادرة الجميل، ولو تخبرنا بالبداية شو يعني هذا الاسم دبي مدينة القلب السليم؟ شو هاي المبادرة وشو أهدافها؟ طبعا دكتورة أول شيء نصبحكم الله بالخير. والمبادرة طبعا مبادرة إنسانية مجتمعية تطوعية، الهدف منها إنقاذ حياة الناس. طبعا عندنا دكتورة اللي هم الناس اللي تعرضوا لتوقف القلب المفاجئ وفقدان الوعي، هذا ممكن يحصل في البيت، في خارج المستشفى، في المول، في الشارع. فطبعا هذه توقف القلب المفاجئ وفقدان الوعي لابد من التدخل السريع، خاصة في الدقائق الأربع الأولى. عملنا إحصائيات احنا في إمارة دبي خلال السنوات السابقة، مجموعة هذه المرضى تقريبا يمكن 1500 ل 1600 شخص يتعرضون إلى توقف القلب المفاجئ خارج المستشفيات. طبعا إذا كان الوقت أكثر من 4 دقائق يا أما يؤدي إلى وفاة الشخص لا سمح الله، أو يكون في غيبوبة وفقدان الدماغ لوظائفه الحيوية. فالوقت جدا مهم يعني لإنقاذ نعم. حياة الأشخاص هذه. هي نعم، فهذا أهم شيء الوقت. فالطريقة الوحيدة يعني الحمد لله عندنا الإسعاف وهذا
الأوقات اللي هم محققينها أوقات زمنية قياسية، ولكن في هالمبادرة حتى نوصل للهدف اللي هي الأربع دقائق الأولى راح نعتمد على المتطوعين المتدربين لإنقاذ الحياة أو للمعاش القلبي الرئوي واستخدام جهاز الرجفان القلبي الأوتوماتيكي أو الصاعق الكهربائي الأوتوماتيكي. طبعا بعد إجراء الدراسات المستفيضة وصلنا أن حتى نوصل إلى إنقاذ الحياة في وقت، طبعا كل هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، نحتاج الدقائق الأولية ونحتاج متطوعين وأجهزة منتشرة في إمارة دبي. حسب الدراسة اللي تم إجراءها نحتاج 100,000 متطوع في إمارة دبي، ونحتاج 10,000 جهاز موزع توزيع جغرافي حسب الكثافة السكانية، ونحتاج إلى سمارت أبليكيشن في الموبايلات. الهدف من السمارت أبليكيشن طبعا يكون التعرف على أقرب مسعف وأقرب جهاز في حالة حدوث توقف قلب مفاجئ يؤدي إلى فقدان الوعي. طبعا قبل ما ندخل في التفاصيل، السؤال اللي يبادر طبعا للجميع، شو نسبة الحالية، النسبة الحالية لإنقاذ الحياة اللي موجود في دبي أو في الإمارات أو في المنطقة العربية كاملة؟ طبعا أي شخص يتعرف لهالموقف فرصة النجاة الموجودة حاليا هي 5% فقط، يعني 95% يتعرضون للوفاة. أيوة. إحنا نبغي نرفع النسبة. طبعا عملنا بحث مستفيض كذلك على تجارب الدول الأخرى، وجدنا أن أفضل مدينتين في العالم وصلوا إلى نسب نجاة مرتفعة هم مدينة كوبنهاجن في الدنمارك ومدينة سياتل في الولايات المتحدة الأمريكية، قدروا يوصلون إلى فرصة نجاة 65%. إن شاء الله المدينة الثالثة يا دكتور تكون دبي. إن شاء الله المدينة الأولى قبلهم دكتور. إن شاء الله صح، إحنا ما نرضى إلا بالمركز الأول. صحيح. نعم. لما استعرضنا تجربتهم أنهم دربوا عدد كبير ووزعوا أجهزة. طبعا إحنا ما نبغي نكون فقط كوبي أند بيست، فحاولنا استخدام التكنولوجي في هالموضوع اللي هي عن طريق استخدامات السمارت أبليكيشنز للتعرف على أقرب مسعف وأقرب جهاز، وكذلك لتنبيه الجهات المختصة مثل إسعاف دبي، شرطة دبي، أن هناك حالة، فحتى المسعف المتطوع يعني يجري الإسعافات الأولية وفي نفس الوقت يبدأ تحرك الإسعاف والمستشفيات تكون على جاهزية لاستقبال المريض. ممتاز. إنزين دكتور، تكلمت أنت عن بعض الجهات المشتركة وياكم في المبادرة، شو يعني شركاء هيئة الصحة في دبي في هذه المبادرة؟ ممكن تخبرنا عن الأدوار يعني المهمة بالتحديد بما يخص جمعية القلب الأمريكية، مؤسسة دبي، خدمات الإسعاف وغيرهم الشركاء؟ طبعا الحمد لله، يعني المبادرة هاي بدأت بفكرة قبل كم من سنة، والحمد لله أخذت الخطوات العملية، وأول الخطوات العملية تم تشكيل فريق من حكومة دبي من مختلف الجهات الحكومية، من إسعاف دبي، شرطة دبي، سمارت دبي، مجلس دبي للرياضي، دبي للإعلام، جمارك دبي، حتى إكسبو، الدفاع المدني، بلدية دبي، أنا ما بأنسى حد، RTA الهيئة الاتحادية الهوية والجنسية، دبي توريزم، ديوا، يعني كل ما شاء الله تقريبا أغلب يعني الجهات الحكومية. نعم، شو الإسلامية والأوقاف حتى موجودين ويانا، يعني كل الجهات الحكومية موجودة في فريق العمل، والحمد لله في خطة وضعت لكل جهة حكومية بالنسبة للأجهزة واحتياجهم للأجهزة وكم عددها وكم عدد الموظفين اللي يحتاج تدريبهم.
بالنسبة للتدريب مثل ما تفضلتي دكتورة، منظمة القلب الأمريكية أو الأمريكان هارت أسوسيشن طبعا لما سمعوا على المبادرة وأهمية المبادرة تم تخصيص برنامج تدريبي للإنعاش القلبي الرئوي لهالمبادرة اسمها هارت سيفر أو منقذ القلب. ممتاز. فهاي خصيصا استوت حق دبي. إنزين. ومعتمدة كذلك يعني المتدرب اللي بيدخل في هذه الدورة راح يحصل على اعتماد من طبعا الجهات المحلية، مركز التدريب في هيئة الصحة، وكذلك من منظمة القلب الأمريكية. وهاي لأول مرة منظمة القلب الأمريكية تعمل برنامج خصيصا لمثل هالمبادرة. ممتاز. وتم توقيع اتفاقيات معهم ولله الحمد. تدريب ماشي على قدم وساق ولله الحمد، من فكرة إلى بدأت المراحل التنفيذية. طبعا لما تكلمين عن عدد 100,000 متدرب متطوع، يعني احنا مو فقط متجهين للكادر الطبي، لا، وكذلك المتطوعين أفراد المجتمع المختلف. أفراد المجتمع. زين دكتور، لو تعطينا يعني فكرة عن اللي تم إنجازه بخصوص هذه المبادرة لحد الحين. يعني الحمد لله مثل ما قلت لك تم تشكيل فريق العمل، وهذا طبعا مع الجهات الحكومية. بعد ذلك المرحلة الثانية بيكون مع الجهات الخاصة في الإمارة. كذلك تم حصر عدد الأجهزة اللي موجودة في الإمارة. إنزين. والحمد لله يعني الحمد عندنا لله. وصلنا إلى 3200 جهاز إنعاش قلبي متوفر في إمارة دبي من 10,000، وعدد المتدربين للحين من 100,000 عندنا 22,000 شخص. ممتاز. أي نعم. والبرنامج التدريبي الحمد لله مثل ما قلنا لكم جاهز، وتم مذكرة مع الجمعية الأمريكية للقلب. طبعا المبادرة راح تاخذ تقريبا من 3 إلى 5 سنوات للوصول الى النسبة اللي احنا نطمح فيها ان شاء الله. باذن الله. باذن الله. دكتور اذا تبغى متطوعين عندنا هنا قاعد نور دبي، شو رايك؟ حاضرين، محتاجين نمر بعد موافق. زين دكتور، بعيد عن المبادرة لو تكلمنا شوية عن تفوق دبي في عمليات وجراحات وعلاج امراض القلب بشكل عام، شو تخبرنا؟ الحمد لله يعني بفضل القيادة الرشيدة، يعني خدمات القلب في إمارة دبي شهدت تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة ولله الحمد، إن كان بتوفر الأجهزة الأحدث في العالم أو الكادر الطبي المتخصص في هالخدمات. اللهم لك الحمد. يعني خدمات القلب معتمدة يعني من الJCI الهيئة الأمريكية المشتركة كأول مركز خارج أمريكا وفي الشرق الأوسط يحصل على هالاعتماد. طبعا اعتماد كلينيكي أن الخدمات الموجودة حسب البروتوكولات العالمية والأوقات العالمية. الحمد لله لنا وجود في المؤتمرات العالمية. كذلك تم نقل عمليات قسطرة قلبية مباشرة من مستشفيات الهيئة ومستشفى راشد إلى مؤتمرات عالمية، إن كان في الولايات المتحدة الأمريكية أو في فرنسا أو في مصر، دول الخليج. اللهم لك الحمد. ما شاء الله. اللهم لك الحمد. في تواجد لنا إقليمي وعالمي، بالإضافة إلى محاضرين من عندنا في الهيئة مشاركين في مؤتمرات عالمية كذلك. ودائما الواحد يطمح للأفضل. أكيد. ودائما هناك في مساحة للتطوير في كل الخدمات إن شاء الله بإذن الله. وفي النهاية دعم القيادة، روح الفريق اللي موجودة، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. أكيد يا دكتور. زين دكتور،
قبل ما ننهي يعني فقرتنا لهاليوم، نبغى منك نصيحة أخيرة للي يسمعونا، كيف نحافظ على قلوبنا سليمة وصحية؟ والله يعني مثل ما شفتوا حتى المبادرة سميناها مدينة دبي للقلب السليم، فالهدف أن نحرص على سلامة القلوب. سلامة الواحد باتباع نظام صحي من ناحية الأكل الصحي، ممارسة الرياضة، من ناحية الامتناع عن التدخين، المراجعات الدورية، والكشف الطبي المستمر. أظن بهذا رح نوصل إلى قلب سليم في جسم سليم بإذن. ممتاز. وبعد ما ننسى دكتور نقولهم تخففوا من ضغوطات يعني العمل واستانسوا في إجازة نهاية الأسبوع، شو رأيك؟ أكيد طبعا أكيد دكتور فهد الصر إجازة نهاية الأسبوع استوت يومين ونص يعني هي طبعا لازم نستمتع شوي ونحافظ على قلوبنا وعلى أجسامنا صح؟ والتوتر طبعا يقضي على الشخص بشكل كبير، فالتوتر يعني الواحد ياخذ بالأسباب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم بالله. دكتور فهد الصراحة يعني الحديث وياك جدا ممتع، ولولا ضيق الوقت كنت كملت وياك لآخر الحلقة، لكن عندنا ضيوف بعد يتريون على الهواء. ومن برنامج صحة وسعادة نشكركم ونشكر كل الجهود اللي قام بها فريق عمل مبادرة دبي مدينة القلب السليم، ونتمنى لكم التوفيق دائما والمزيد إن شاء الله من المبادرات المتميزة اللي نفتخر فيها وترفع من اسم إمارتنا الغالية إمارة دبي. جزيل الشكر لك دكتور فهد باصليب المدير التنفيذي لمستشفى راشد بهيئة الصحة بدبي على وقتك، ونلقاك بإذن الله بحلقات جاية. يومك سعيد. جزاكم الله خير ومشكوري على الاستضافة، ونتمنى لكم التوفيق وإجازة سعيدة بإذن الله. شكرا لك. أعزائي المستمعين الحين بناخذ فاصل ونرجع نتواصل وياكم ونكمل آخر فقراتنا لهاليوم. تريونا صحة وسعادة. يا مرحبا وسهلا فيكم أعزائي المستمعين مرة ثانية في برنامجكم صحة وسعادة. نذكركم برقام التواصل 600-551-414 أو من خلال رسائل النصيعة الرقم 4006. أعزائي المستمعين، من الجميل أن تترسخ بين أفراد مجتمعنا ثقافة التبرع، ومن الرقي أن يستشعر كل واحد فينا دوره في نهضة هذا المجتمع، وأن ندرك مسؤوليتنا بالمساهمة في بناء هذا الوطن. ولو نتكلم عن التبرع، فمثلا مثل ما نعرف كلنا أن التبرع هو الهدية اللي يقدمها أفراد المجتمع أو جهات معينة على شكل مساعدات إنسانية لأغراض خيرية. فمثلا ممكن نتبرع يعني بالأموال يعني على شكل صدقات، أو مثلا ممكن يكون التبرع يعني عيني بالملابس أو الطعام أو حتى الألعاب، أو ممكن التبرع يكون على شكل خدمات تقدم للمجتمع كالتعليم والتدريب والعمل التطوعي. لكن تعرفون شو أسمى معاني التبرع؟ إنك تتبرع لإنقاذ حياة شخص يعاني من المرض، وبأمس الحاجة إلى بعض القطرات من دمك أو جزء أو عضو من أعضاء جسمك. ووجودنا بالله الحمد على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، هذا الوطن اللي ينعم بالقيم والخصال الإنسانية النبيلة، وبحرص قيادتنا الرشيدة على وضع كل ما يتعلق بالحياة والصحة في مقدمة أولوياته، واهتمامهم البارز بتمكين الكوادر المختصة، اليوم نحن نشوف المركز الوطني لتنظيم ونقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية. هذا المركز اللي تم اعتماده بقرار من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وهدف هذا المركز أنه يكفل عملية التبرع ضمن الضوابط والأطر وفق أرقى الممارسات العالمية بما يتوافق مع المنظومة الأخلاقية ومتطلبات الخدمات الصحية.
وعشان شي الوعي المجتمعي أعزائي المستمعين بأهمية التبرع بالأعضاء هذا العمل الوطني الإنساني ونشر ثقافة التبرع بين أفراد المجتمع واللي من ضمنهم الأطفال أمر حرصت عليه جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية واللي كان لها حضور لافت في معرض الصحة العربي حيث انضمت الجامعة لهيئة الصحة بدبي في منصتها وعرضت قصة شيقة مبسطة موجهة للأطفال حول أهمية التبرع بالأعضاء. وفقرتنا الحين تتحدث عن هذه القصة ومجموعة الرسائل والقيم والمعارف اللي حملتها للأطفال. ويسعدني أن تكون ويانا اليوم عبر الهاتف الأستاذة نجود عبد العزيز الخلوفي مدير أول إدارة الاتصال والعلاقات الخارجية في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية المنسق الوطني في اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع. يا مرحبا وسهلا فيك أستاذة نجود، نورتينا في برنامج صحة وسعادة. يا هلا مرحبا دكتورة بدرية ومشكورة على الاستضافة الكريمة حبيبتي. الشرف لنا يا أستاذة نجود. في البداية يعني الصراحة تشجيعكم يعني لأفراد المجتمع ويعني وتركيزكم على أهمية التبرع ونشر هذه القيم والمعارف بين الأطفال هذا شيء وموضوع يعني موضوع جدا مهم والصراحة يعني شيء ملفت للانتباه. يحدثينا أكثر أستاذة نجود عن القصة اللي عرضتوها في معرض الصحة العربي، شو هذه القصة يعني من وين فكرتها وشو الفئة المستهدفة؟ طبعا دكتورة جزاك الله خير، بداية نحن حبينا نشكر هيئة الصحة في دبي على استضافتهم الكريمة لجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ضمن منصة الهيئة في معرض الصحة العربي. طبعا جزاك الله خير مثل ما تفضلتي عن قصة، احنا اسم القصة مغامرة أحمد الكبيرة، وهي حقيقة نوفرها باللغة الإنجليزية وإن شاء الله نترجم القصة إلى اللغة العربية، فبالإنجليش اسمها أحمد بيج أدفنتشر. القصة عبارة عن قصة مصورة تستهدف طلبة المدارس، نقدر نقول في المرحلة الابتدائية وحتى اللي بعدها، بهدف تثقيفهم وزيادة الوعي عندهم بأهمية التبرع بالأعضاء. أصدرت الجامعة القصة في عام 2020، وهي نتاج عمل مجموعة من طلبة الطب في سنتهم الدراسية الأولى في مختبر التصميم الابتكاري في الجامعة ضمن مساق الابتكار في العلوم الصحية. اللي يستوي في هالمساق دكتورة أن يتم إعطاء الطلبة تحدي في موضوع معين يعنى بالصحة، والطلبة طوال فترة المساق يتبعون خطوات التصميم الابتكاري للخروج بحلول التحديات الصحية. فأنا ذاك كان التحدي المطروح هو كيف نقدر نوصل فكرة التبرع بالأعضاء بشكل مبسط للأطفال، وما شاء الله عليهم كانوا مجموعة 7 من الطلبة عندنا أبدعوا في إنتاج هاي القصة، فالجامعة بدورها قامت بطباعة القصة. ويمكن للشخص أن يدخل على الموقع الإلكتروني للجامعة اللي هو www.mbru.ac.ae، عندنا الـ MBRU Shop Online، والحلو أن احنا ضفنا أن الشخص ممكن لما يشتري القصة ريع الشراء يذهب لدعم مرضى زراعة الكلى، فيكون الموضوع دائرة كاملة وإمباكت كامل مثل ما تقولين. ممتاز، ونتأمل أن الناس يشترونها ويقرونها لأن فعلا مبسطة وتوصل الرسالة بطريقة حلوة للأطفال. إذن الحين تيجي أستاذة نجود شوقتينا أن نقرأ القصة. ما يستي وما تقرينها تبين توصلت القصة لين عندك. تسلميني أستاذة نجود، تسلمين. إذن أستاذة نجود، هل هناك في رسائل معينة حرصتوا أنتوا أنكم توصلونها للأطفال؟ يعني شو الأشياء اللي أنتوا حبيتوا هالقصة يعني توضحها للطفل؟ طبعا فالتبرع بالأعضاء مثل ما تعرفين دكتورة يعني يساهم في تحسين صحة مرضى الفشل العضوي بشكل كبير، وقد يكون ساعات سبب في إنقاذ حياتهم. وإحنا طبعا المتبرعين بعضاء ممكن يكونون متوفين وممكن يكونون أحياء. يمكن أكثر رسالة حبينا نحن نوصلها عن طريق هاي القصة وحتى طلبتنا اللي حبوا يوصلونها عن طريق القصة هو غرس فكرة التبرع بالأعضاء منذ الصغر كمبدأ إنساني مهم. نحن اليوم حتى في دين الإسلامي قال سبحانه وتعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، صدق الله العظيم. فلما هالفكرة توصل حتى حق الأطفال تخيلي هم يكبرون المجتمع كيف يكون واعي أن أنا اليوم دوري ممكن أكون living donor وأنقذ حياة شخص، أو حتى بعد الممات ممكن أنقذ حياة حتى أوصل لعدد ثمان أشخاص.
فيعني هاي الرسائل أو المبادئ الإنسانية اللي حبينا نغرسها في الأطفال من سن مبكر. والصراحة الشيء المميز في هاي القصة إن هي موجهة لفئة عمرية يعني الأطفال، تعرفين هذا الشيء اللي لفت انتباهي، يعني أنا ليش اختاروا هذه الفئة؟ فعلا مثل ما قلتي إن إحنا إذا رسخنا هاي المبادئ منذ الصغر فبيكبرون الأطفال وفي يعني في بالهم هذه يعني المبادئ أو هذه القيم. صحيح. زين استاذ نجود، شو تتوقعين يعني هل يعني مدى استيعاب الاطفال يعني لهالمفاهيم او المعارف اللي تضمنت القصه؟ طبعا اذا ان شاء الله باذن الله تعالى قريتي القصه انت بنفسك دكتوره بتشوفين انها سلسه جدا، فاحنا قدمنا القصه والطلبه قدموا القصه عن طريق لغه سهله وسلسه وكان فيها رسوم وصور صاحبه القصه، فهالشيء يجذب انتباه القارئ اليافع ويمكن أن يتفاعل مع القصة وشخصياته ومشاركة اللي تعلمه مع أفراد عائلته وأصدقائه، وهل نحن نبغي نوصل له؟ فإن شاء الله بإذن الله تعالى أتأمل المستمعين وأنت كذلك أنه يعني إن تشوفون القصة أو تأخذون نسخة منها، بس أنت دكتورة لك نسخة خاصة يعني، فأنا يعني أوعدت أنك توصل. تسلمين يا أستاذ نجود. لا بالعكس والله، ولازم يعني لما تقرينها حتى يمكن ما تأخذ منك 5 دقائق، it's very short, very simple وتوصل للأطفال الصغار، لأن اليوم نحن عندنا حتى البالغين يعني في منهم ليش يطرحون أسئلة، فإحنا ليش نخلي محتوى التبرع بالأعضاء موجه فقط للناس الكبار بينما أنا أقدر أوصل بطريقة مبسطة للأطفال. فيعني من شدة إعجابنا في السرد السهل اللي حطوه الطلبة حبينا إن إحنا نطبعها كقصة، واليوم إن شاء الله يقدرون يستفيدون في شريحة الأطفال أو اليافعين في المجتمع بإذن الله تعالى. إن شاء الله أنا شكلي بأخذ القصة وبعد بقرها على عيالي. أنا قلت لك أنا بتوصل، ممنوع تشترينها. إن شاء الله. أستاذة نجود، يعني في شيء أنا يعني كان في بالي، هل أنتوا يعني عندكم يعني خطة أنكم تسوون مجموعة من القصص، غير القصة مثلا في المستقبل؟ طبعا سؤال وايد حلو، ونتأمل أن كل دور الثقافات والمكتبات يتعاونون معنا في هالمجال. يمكن نحن بدأ الموضوع عندنا لأن احنا عندنا مساق في الجامعة يساعد الطلبة على الابتكار، وحبينا نحن ننشره بطريقة معينة وأن العائد يرجع للناس اللي يحتاجون زراعات كده. هاي الفكرة مجرد بثها في المجتمع ممكن تحفز أن ناس آخرين يدخلون في هالموضوع، فهل نبغي نسويه؟ طبعا نبغي نسويه، يعني في إرادة للموضوع، ولكن الحلو الجامعة مش بس تشتغل على مستوى القصص، الجامعة كونها جامعة بحثية عندنا مجموعة أبحاث نطلع فيها، يعني في أحد الأبحاث اللي طلعنا فيه في سنة من السنوات كان عن قياس نسبة مدى توعية الناس في المجتمع التبرع بالأعضاء، فهاي الأبحاث موجودة وفي في في طور أن نحن نسوي أبحاث زيادة، فسواء كانت قصص أو أبحاث، ونشجع نحن المجتمع أن هالشيء مش المفروض يكون فقط في الجامعة، أي حد خارج نطاق الجامعة يقدر يشارك فيه، وإن شاء الله كل ما زادت التوعية كل ما عندنا هالناس اللي وحليلهم على لستة الويتينج لست المستشفيات هم في نهاية المطاف اللي راح يستفيدون. فالواحد لا يبخل بمعلومة صغيرة ممكن يتعلمها اليوم يقولها في يعني يلفت أصدقاء يلفت أهل يبلغ الناس، يعني اليوم من بعض الأسئلة الواحد يقول لك زين أبا أكون أنا متبرع بعضائي وين أسير شو أسوي؟ فنقولهم وزارة الصحة ووقاية المجتمع أطلقت برنامج حياة، الواحد اليوم يدخل على موقع وزارة الصحة يجد هناك مكان يقدر يسجل فيه كمتبرع، بحيث أنه يعني لا سمح الله وطولة العمر للجميع شخص توفى وكان في ظروف ممكن أنه يتبرع أنه يكون في مسجل كمتبرع بأعضاء، فهو خلال حياته أدلى بهالموضوع. وإحنا نقول حق الناس خبروا حتى عائلتكم، خبروا أصدقائكم، خلوا هالفكرة توصل، لأن في ناس فعلا صحيح. على لستة الويتينج لست ما عندهم أي أمل إلا أنه حد يجي ويتبرع لهم بالأعضاء، والله يشافي الجميع يا رب. اللهم آمين. يعني مثل ما ذكرتي يعني على الرغم من حداثة فكرة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة في الدولة، لكن هناك الكثير من الأسر حولت يعني لحظات الحزن برحيل أحد أفرادها إلى لحظات رحمة، يعني هذا من خلال تبرع بأعضاء المتوفي بعد رحيله. ليش؟ عشان ينقذون حياة ناس يعني يعانون على أسرة المستشفيات بانتظار الفرج. هم الأبطال، سامحيني قطعت كلامك، هم هذيل الأبطال. إحنا نقول وشو ما نسوي لما الشخص يكون في مثل ما تفضلتي في أشد حالات حزنة وفقد حد عزيز عليه
وفي نفس الوقت قال لا أنا يعني مع أني حزنان أبغي أتبرع أبغي أسوي شيء لأنه يكون في موافقة أهل طبعا في الموضوع. فيعني هذين هم الأبطال الحقيقيين، ونتأمل أن هالفكرة يعني توسع وتوسع بحيث أنه ليش لا نقدر نتأمل في يوم من الأيام نوصل لمرحلة أنه ما يكون عندنا أي حد من الناس على لستة إن شاء الله الحاجة للأعضاء يا رب. يعني إن شاء الله يا رب. وهذا يعني دولة الإمارات، وهذه يا أستاذ نجود اللي نقول عنه أسمى يعني شو معاني التبرع، إن الواحد يعني يتبرع بجزء بجسمه عشان أنقاذ ناس آخرين يتريون، يعني هذا العضو عشان يكملون مسيرتهم في الحياة. فعلا فعلا. ويعني الدكتورة يعني ثقوا تماما للمستمعين، حابة أقولهم ثقوا تماما إن دولة الإمارات يعني بسوري ساعات تطلع معي مفاهيم بالإنجليزي invested في الانفراستركتشر، فالبنية التحتية عندنا تم الاستثمار فيها بحيث ان الحمد لله عندنا جراحين زراعه اعضاء، عندنا مراكز زراعه اعضاء، عندنا مراكز معتمده لزراعه الكلى في العديد من الامارات، في مركز في ابو ظبي يزرع عنده كليفلاند، يزرع قلب، يزرع كبد، يزرع رئه، يزرع بنكرياس، وفي دبي عندنا زراعات كلى في ميدي كلينك، في الجليله، في مستشفى دبي. فصراحه شيء يدعو للفخر ان اليوم احنا قادرين هالناس اللي على قوائم الانتظار اللي ما كانوا يعرفون اذا لهم امل، وفي منهم يمكن كانوا مساكين يتكلفون ويسيرون برا على البلاد، اليوم الشيء موجود في بلادنا. فكل اللي حابين احنا نقول الناس كونوا جزء، كونوا جزء، قولوا اذا تبون تكونوا متبرعين بالاعضاء باشر ممكن الله يكتب لكم تكونوا السبب في انقاذ حياه الاخرين. شو اسمى من هذا العطاء مثل ما تفضلتي ذات اكيد يا استاذه نجود. واحنا نقولهم بعد نحثهم انهم يدخلون على موقع يعني وزاره الصحه او وزارة الصحة ووقاية المجتمع ويشوفون برنامج حياة ويشوف يعني ويقرون كل الأشياء المتعلقة بالتبرع بالأعضاء. صحيح. زين أستاذة نجود صراحة الحديث وياك شيق وممتع. زين ما ودنا يعني نخليك لكن وقت البرنامج قرب على الانتهاء. نصيحة أخيرة لو توجهينها لأولياء الأمور يعني اللي يسمعونها. والله النصيحة أن أولياء الأمور قدوة لأطفالهم، واليوم إذا إحنا موضوع مثل هذا بدينا نتناوله مع الأطفال، غرسنا عندهم مبدأ الإنسانية والعطاء، هذا أتوقع أن الطفل راح يكبر بمعاني كبيرة. فلو إحنا نقدر إذا بالإمكان يعني القصة وسيلة يعني واحدة من الوسائل، ممكن الشخص يأخذ القصة يقرأ الموضوع يفهم أطفاله، يعني ما في أحلى من هالعطاء. فيمكن رسالتي أنهم يناقشون أطفالهم في هالموضوع ويتوعون بهالأشياء، وندعو الجميع أن يسجلون يكونوا متبرعين بالأعضاء. إزاهم الله. ممتاز، جزيل الشكر لك أستاذ نجود عبد العزيز الخلوفي مدير أول إدارة الاتصال والعلاقات الخارجية في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، المنسق الوطني في اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع. على هالحوار الجميل أتمنى لك إجازة نهاية أسبوع سعيدة ونلقاك بحلقات جاية بإذن الله. شكرا دكتورة ما قصرتي حبيبتي. شكرا لك. أعزائي المستمعين الحين وصلنا لنهاية حلقتنا لهاليوم من برنامج صحة وسعادة، وباقي على انتهاء الدوام ساعة ولا ساعتين وتبدأ إجازة نهاية الأسبوع. ومثل ما وصيكم دائما أعزائي المستمعين استمتعوا بوقتكم وابتعدوا شوي عن الشغل وضغوطاته، وتذكروا أن إجازة نهاية الأسبوع لكم أنتوا ولأهلكم ولأصدقائكم، استغلوا هاي الإجازة لقضاء أجمل الأوقات وياهم. واللي ما يعرف وين يقضي إجازته نقول له شوف مبادرة وجهات دبي، وبتحصل أجمل الأماكن والأنشطة الموجودة بإمارتنا الغالية إمارة دبي. وتذكروا بعد أعزائي المستمعين إنكم تلتزمون بالإجراءات الوقائية، الابتعاد عن الزحمة، لبس الكمام، واللي ما أخذ التطعيم بعد ياخذه. وتذكروا إن الجرعة الداعمة مهمة لصحتنا. كان وياكم في الإخراج الزميل نمر محمد، وبالتنسيق الأخت إسراء الهاشمي، وبالإعداد الزميل يوسف سعد. هذه تحياتي لكم، محدثتكم دكتورة بدرية الحرمي. أتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع آمنة وسعيدة وسط أحبابكم، ولنلقاكم الأسبوع الجاي بإذن الله. أقولكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.